يا مساء التفاؤل والخيرات على كل حضراتكم، واهلا بيكم في حلقه جديده وسهره جديده من سهرات رمضان في برنامج نقطه نظام على شاشه قناه مدرستنا 3. واهلا بيك يا هدير. اهلا يا سامح، وليالي رمضان مستمره مع حضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما حلقاتنا تكون خفيفه على قلوبكم، يكون فيها شيء يعجبكم، ونبقى على قد ما نقدر بنحضر لكم يعني فقرات ولقاءات تعجب حضراتكم وتحبوا تتفرجوا عليها. خلينا نبتدي ونشوف معانا ايه النهارده، ونبتدي نقول كده عندنا فقرات. احنا عندنا اول فقره ان شاء الله هيبقى معانا يا هدير واحد من ابطال دراما رمضان الحالي، واللي هو بشخصيه كان عامل حاله يعني جميله جدا، وكل الناس اتكلمت عن الدور بتاعه، غير الحاله بقى الخاصه بالمسلسل نفسه اللي كسر الدنيا. وهيكون معانا في الفقره دي الفنان او الطبيب احمد عبد الله، صاحب دور كارم في مسلسل جعفر العمدة. والحقيقة أن دكتور أحمد قدر يقنعنا جدا بشخصيته في المسلسل، ونال إشادات كبيرة جدا. وفي الفقرة دي إن شاء الله هنتكلم معاه عن دوره في مسلسل جعفر العمدة وتفاصيل تانية كتير قوي قوي. صحيح، المسلسل واخد ترند كبير قوي مع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا شعب بقى يحب طول الوقت يهزر، ويمكن هم كاتبين المسلسل، السيناريست محمد سامي كاتب المسلسل بطريقه تخلي الناس مشتركه معاه وعارفه احداث المسلسل، والناس بقى قاعده تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي انه عايزين جعفر العمده يعرف ابنه، وتفاصيل كتير وترندات كتير ليها علاقه بمسلسل جعفر العمده، وكل الناس بتتكلم عن المسلسل. ويمكن دور كارم على وجه التحديد دور مميز، هنتكلم عنه بالتفصيل في الفقرة اللي جاية. أما في الفقرة الثانية هنتكلم مع حضراتكم عن حدث يمكن من أحلى الأحداث اللي حصلت على مدار شهر رمضان المبارك، وعمل حالة مبهجة جدا عند كل الناس، الناس اللي حضرت والناس اللي كانت على مواقع التواصل الاجتماعي بتتفرج على إفطار المطرية وعلى الحالة المصرية الخاصة جدا بمصر ورمضان وشكل رمضان في شوارعنا المصرية الجميلة الحقيقة، وأهالينا الناس البسيطة اللي عملوا حالة من السعادة كبيرة جدا جدا عند كل الناس، وصلت حدودها لبرة المطرية وبرة مصر، وصلت حدودها لكل الدول العربية وللعالمية كمان. كتبت السي ان ان عن إفطار المطرية ومائدة إفطار المطرية والحالة الجميلة اللي صنعها الشعب المصري الحقيقة، اللي معروف دايما بخصوصيته جدا جدا في رمضان، ودايما الكلمة اللي بنسمعها كده رمضان في مصر حاجة تانية. شفنا ده في مائدة إفطار المطرية، شفنا ناس بتوزع ابتسامات قبل ما توزع وجبات إفطار على بعض، شفنا يعني حالة إنسانية كبيرة جدا جدا معبرة بشكل كبير عن الشعب المصري، الناس كلها بتخدم بعض، مفيش فرق بين حد. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل في الفقرة دي عن إزاي بينظموا لإفطار المطرية كل سنة علشان نوصل للشكل اللي احنا شفناه في الصور والفيديوهات المبهجة دي جدا. هنشوف اتنين من المنظمين هيكونوا معنا في الفقرة دي، أستاذ علي أبو الدهب وأستاذ أحمد حسن، وهم زي ما بقول لحضراتكم جزء من تنظيم إفطار المطرية. لكن قبل ما نبتدي هنروح مع حضراتكم لفاصل، وقبل الفاصل هنسيب حضراتكم مع تقرير لختام الدورة الرمضانية اللي بينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، وكمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام الدورة الرمضانية 2023 التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضية. بقول لهم استمروا على نجاح تفوقكم، هو ده اللي موجود. الرياضة عمرها ما بتعطل عن الدراسة، الرياضة مكملة للدراسة. زي ما شفنا النهاردة عودة الرياضة المدرسية، زي ما دايما منتخبة الرئيس بيهتم بعودة الرياضة للنشء والشباب، والرياضة في المدرسة، والرياضة أمن قومي، والرياضة صحة، والرياضة للشباب. الحقيقة مع معالي الوزير تفهمنا على وقنعته بدور النشاط وتكامل الأنشطة مع منهجية التعليم، مع تطوير التعليم، وده دور مهم جدا إن يحصل تكامل مع وزارة الشباب والرياضة
في هذه الأجزاء. يعني هو الهدف من الدورة مش مين يفوز ومين يخسر، الهدف في التجميعة الحلوة اللي انتوا شفتوها دي، 20 محافظة من محافظات مصر جمع بينهم الإخاء والصداقة والأخوة، وتبادلوا مع بعض أرقام التليفونات وبقى لهم أصحاب في المحافظة دي وفي المحافظة دي. فالحقيقة هو ده هدفنا من تجميعة الولاد، ملناش هدف إن احنا تنافس أو كده، لا احنا بنعمل ممارسة من أجل الرياضة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن في تجمعاتهم الجميلة دي. طبعا وهي بطولة رائعة، ونشكر المسؤولين على البطولة، كان الاتحاد المصري للرياضة المدرسية وسيادة الوزير وزير التربية والتعليم وسيادة الوزير وزير الشباب والرياضة على الاستضافة، الإقامة، المعايشة، توفير كل شيء بالنسبة للطلاب لنجاح هذه البطولة. احنا قبل ما نبدأ البطولة خالص كنا احنا احساسنا اللي احنا من جوايا اللي احنا هناخدوا البطولة، والحمد لله احنا معنا رجالة والحمد لله احنا خدنا البطولة. يعني اهلا بحضراتكم من جديد. رغم ان مسلسل جعفر العمده عامل حاله كبيره جدا من اول ما بدا لحد دلوقتي، الا ان برضه في شخصيات في المسلسل قدرت انها تعلم مع الناس بشكل كبير جدا جدا. واحد بقى من الشخصيات دي هي شخصيه كارم اللي اداها الفنان احمد عبد الله. والحقيقه احمد هو يعني ادى الشخصيه باتقان كبير جدا، واستحق كمان على الاداء ده الاشاده من الجميع. واللي ما يعرفش بقى ان الفنان احمد عبد الله هو بالاساس طبيب، ودي حكايه تانية خالص هنعرف تفاصيلها منه. خلونا بقى نرحب في استوديو نقطه نظام بالفنان الجميل او الدكتور الجميل الاستاذ احمد عبد الله. اهلا وسهلا، منور الدنيا. اهلا بيك يا استاذ، انا سعيد جدا والله، سعيد جدا ان انا موجود معاك وموجود مع هدير، واول ما عرفت ان جاي لك طبعا خدتها جري. حبيبي يعني حبيبي، انت من منور الدنيا، من الاساتذه الجمال اللي احنا بنحبهم، واستمتع ان انا اكون موجود معاك. العفو العفو، الف الف مبروك الحاله اللي انتوا عاملينها بجعفر العمده في رمضان لله. واكيد متابعين ردود افعال الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وناس هتقول لك انا مش قادره اروح الشغل وجعفر مسجون يا جماعه، وشكرا للسلطات في بيروت عشان طلعوا الفيديو، طلعوا الفيديوهات وطلعوا الحاله اللي انتوا عاملينها دي. ده يعني حاجه يعني يمكن الحمد لله والشكر لله، يعني رجعت الدراما تاني لفكره الالتفاف حوالين حاجه ساعه الفطار، وفي الوقت ده ما كانش موجود. طبعا في مسلسلات جميله كتير جدا جدا، لكن الحاله اللي عملها جعفر العمده هي دي الحاله اللي تستحق الاشاده بصراحه، ان الوطن العربي كله ومصر كلها قاعده ليل نهار بتتكلم على ايه اللي هيحصل في الحلقه اللي جايه. ردود الافعال طبعا فظيعه، انت مثلا بتشوفي مثلا سوبر ماركت مش عارف ايه ينفي علاقته بعيله فتح الله، خصم 10% على خروج جعفر العمده لكل اهل السيده زينب ما عدا العاق كارم فتح الله واهل، انت فاهم كده يعني، انت فاهم. انت فعلا جالك تهديدات وحاجات كده. ده انا يعني عايز اقول لك ان، بس انا مش شايف ده، لا لا لان انت اول ما وصلت هنا بسم الله ما شاء الله كل الناس قعدوا يتصوروا معاك، الحمد لله، فمحدش يعني زغر لك كده زغر كده. اول ما ابتسم قلت له الابتسامه دي مش لايقه على كارم الصراحه، من ساعه ما دخلت وانا حاسه بالفايبس بتاع كارم. يعني لا هو يعني الشعب المصري شعب لطيف طبعا، وشعب جميل وبيحب الفن، بيندمج جدا مع الموضوع. هو يبعت لك التهديدات من السوشيال ميديا يعني، ولكن هي تهديدات في النهايه فاني ولطيفه. أيوة وبتاع يعني مثلا كلهم فيديوهات مثلا لشباب، مجموعه من اللي شايل فيديو، اللي شايل تلفزيون، واللي شايل شومه، واللي شايل خلاط، ورايحين لجعفر العمده نرد غيبه عشان هو على ما يجي من البيت، جايين لك يا كريم يا فتح الله مش عارفين. طبعا في شويه حاجات بتبقى دي فيديوهات بتبقى واضحه جدا انها فاني. في ناس كتير طبعا يعني برضو يعني انت عارف ان خلف السكرين انت تقدر تعمل اللي انت عايزه، ده الوجه الاسود للسوشيال ميديا زي ما بيقولوا، يهددك انت ازاي تعمل كده في سيد العمده، وكتيرته عليه وعملتوه، والناس كلها كانت زعلانه جدا جدا عليه. بصي الاكشن كله بتاع المسلسل، والاستاذ سامح طبعا يعني استاذنا في ده، هو مرسوم ومكتوب وما يجيش غير كده.
يعني لو احنا تطرقنا لكل الاكشن. بص عيلة فتح الله بتخوف ازاي؟ عيلة شر يعني. وهو بصي هتحس ان هو ومنذر نفس العيلة قطعين يعني. هو نفس يعني هو نفس هو سبحان الله برضو. وابونا نفس اللي فيه مننا برضو. لا بس مش زيك. هو عنده نظرة كده تقريبا هنفهمها في الحلقات اللي جاية هتفهميها. بس هو خايف مش طيب. يعني حمادة فتح الله خايف مش طيبة يعني. هو لكن لان هو في كذا موقف بيستغل برضو الظروف. يعني راح معايا نخطب سرية مع ان سرية في شهور العدة ولسه جعفر العمده مطلقه فراح معايا في المشهد ده. عمل ترند كبير قوي وهي بتبوس على ايد كارم. ده عمل ترند على السوشيال ميديا بالظبط. وبعد كده انتقامها ويمكن حصل انتقادات كتير على مشهد الضرب والانتقام بتاع سوريا. المشاهد انا بحيي جدا كمان اختي وحبيبتي مي كساب عامله شغل رائع. خلانه جميله جدا جدا جدا. هحكي لك فيديو بتغني من الكواليس للسيده ام كلثوم تقريبا والناس متفاعله معاه بشكل كبير جدا. عندها جمهورها وعندها جمهور كبير والناس بتحبها قوي. وهي كانت تقول لي واحنا شغالين بتقول لي انت هتشوف الجمهور بتاعي هيعمل فيك ايه. يعني كان طول الوقت كده. جعفر العمده اتاسس له من البدايه استاذ سامح على انه شخص قوي جدا. شخص يملك من المال ومن الصيت اللي بيسمح له ان هو في المشاكل يحكم ما بين الناس ويصلح المشاكل اللي ما بينهم. فبالتالي هو طول ما بيدافع عن نفسه مش بيدافع عن نفسه بس، هو بيدافع عن نفسه بيدافع عن الكيان اللي هو بناه واللي توارثه عن ابائه ان هم ملوك او هم اكتر ناس في السيده زينب الناس بتلجأ لهم والناس بتروح لهم عشان تحكم منه. فبالتالي كل المشاهد لازم تكون مشاهد عظيمه. في الاول ضرب دلال يعني كارم ضرب دلال في الشارع لا زوجته. لو اي حد في الشارع ضرب مرات حد ما هينزل ياكله يعني. ده طبيعي جدا في مصر يعني. صح. فما بالك بجعفر العمده اللي هيدافع عن اثنين، عن كرامه دلال او عن كرامه زوجته اللي هي من كرامته ما ينفعش تهتز في الشارع. والحاجه الثانيه ان هو بيدافع عن الكيان نفسه. فكان لازم تبقى عارف ودي حلاوه كمان استاذ محمد سامي كسيناريست وكمخرج. بالظبط. بدءا من التسكين زي ما دير قالت طبعا. بص شبه بعض والعين عامله ازاي. هو ده تسكين. هو لما يسكنك صح المخرج خلاص. هو معدي بيك بر الامان طبعا طبعا. اشتغل انت بقى انت شويه دي يعني. بلس شغله كمان واضح طبعًا في اللوكيشن طبعًا. وتاثير الدراما المصريه القديمه عليه وتاثير الروايات عليه صح. يعني انا شايف مثلا ده في تاثير من الحرافيش طبعا الحاره المصريه عامله ازاي صح. صح. تاثير صح. من الدراما المصريه القديمه صح. فده علشان كده هو متميز في الحته دي في الحاره المصريه. هو وهو انسانيا محمد سامي فاهم قوي في العلاقات. يعني هو شخص عنده مشاعر قويه جدا تجاه الاخرين، تجاه والده، تجاه والدته، تجاه اخواته. فده بينعكس على ان هو يضغط على الحته دي شويه. يعني يجيب لك مشاعر الابن مع الاب. انت بتستمتع وانت بتتفرج على رمضان الملكة مشاهده مع امه. استاذ قصدي عامله حاله مع الناس خرافية. يعني كبيره جدا جدا. اتفرجي على مشاهده مع امه. لما بيلجا لامه في النهايه وهو جعفر العمده. ومشاهدها حتى مع سيد وهو طبعًا. في اضعف حالاته. وجعفر العمده مش هينفع ان هو يحضن فيها ويعيط. لا ده هو ازاي جعفر العمده فبيروح يترمي في حضن امه ويبكي. كل دي مشاهد هو سامي نفسه فاهمها. يعني هو عارف الحته دي راحه فين وجايه منين. فبالتالي بتبقى حلوه قوي بتبقى جميله جدا. زي بقول لك المشهد بتاع الدراما فلازم العركه تبقى عركه. يعني ما هو على قدر ما انت بنيت لجعفر العمده ان هو شخص عظيم مش هتبقى عركه بسيطه. فلازم تبقى بينتقم لمراته. فكانت المشهد ده كان مشهد اخذ 8 ساعات اخذ من 8 الى 10 ساعات والله المشهد. يعني احنا رايحين الاوردر مشهد. احنا بنحيي طبعا استاذ نزار شاكر طبعا طبعا عظيم 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 عظيم. ويعني من اول ناس الاغراب وبعدين لا لا يعني طبعا مدير تصوير وتاريخ بقى. يعني نزار شاكر ده تاريخ كبير من الجمال. عارف انت عارف يا استاذ احمد انا هدير عاجبني كمان الفتره اللي احنا عايشين فيها دي. هي كانها سينما متلفزه. انت بتتفرج على حلقات سينما صح. فدي صح. في كل المسلسلات الجمال الجديد ده بقى. فانا يعني معجب جدا بالتقنيه كمان طبعًا. ولما يبقى في تقنيه زائد دراما يبقى حاجه عظيمه بقى تستمتع جدا. كلمتك حلوه قوي. هو كانك بتتفرج على 30 فيلم يعني 30 حلقه ب 30 فيلم في صوره وأحداث سينما واحداث متلاحقه مشوقه. انت كل مره بتقفل الحلقه طبعًا. ودي براعه محمد سامي الحقيقه. محمد سامي انه انت مستني الحلقه اللي جايه. الناس مش بتنام. بتقعد. انا عايز اقول لك بعد قفله كل حلقه التليفونات احنا بنقعد نشوف فيديوهات توقعات ايه اللي هيحصل. بالظبط بالظبط. ودي جمال دي جمال الدراما انك تقعد
طول الوقت عمال بتفكر وطول الوقت مشغول بالمسلسل، يمكن الحاله دي بقى لها كتير ما حصلتش، فالحمد لله ان احنا وصلنا لده الحمد لله. الحمد لله. طب العركه بقى اللي حاصله ما بين عيله فتح الله وجعفر العمده هترسى على ايه بس؟ طمنا يعني احنا قلقانين. يعني بصي هو زي ما قلت لك تصاعد الاحداث من اول قتل يوسف لحد سجن شوقي اللي هو الفنان منذر لحد ضرب دلال لحد مقشودي، كلها عمال هو عمال بيولد لك صراعات وعشان يعيش المشاهد مع ده ومع ده، بيديك المبرر الدرامي لده والمبرر الدرامي ده، وكان متبهدل جدا جدا، راح تقدم زل سوريا في الشارع عشان ابنها واستغل الحرقه بتاعت فراق الضنا وقعد ضغط جامد جدا جدا عليها، فبيقول لك ان هو شخص سيء بيستغل إذلال البشر صح. بمشاعرهم، وبعدين انتقام سوريا من كرم عشان ترد جعفر العمدة ليها، فانت عمالة ولسه بقى دلال لما يعرفوا ان دلال هي اللي ورا خطف ابنهم ولسه ده كمان، فأحداث عمالة بتتصاعد. بيقولك دي جينات عيلة فتح الله، دي جينات عيلة فتح الله. انت شفتيها اصلا بعد ما اكتشفوا ان دلال، قال لك بقى دي العيلة ده هي عيلة فتح الله دي ما تجيبش حد بقى خلاص. لدرجة ان الفنان الكبير طارق النهري كلمني في التليفون قال لي اعمل ايه فيكم؟ اعمل ايه فيكم؟ يعني الناس عماله بتكلمني تقول انت ما عرفتش تربي، انا مش عارف يا ابني ربي عيل منكم، عيل منكم لا انت ولا اللي مات ولا اللي في السجن ولا دلال كمان. ايوه. قال لك حقا انها عائله محترمه وحاطينهم كلهم في الموضوع ده يعني، فالحمد لله والشكر لله ان هي دراما متصاعده، كل حاجه ليها مبرر، معمول المبرر ليك انت حتى كممثل. يعني انت طبعا انت استاذنا و تحس ان انت عايز تعمل ده، ودي بقى حلاوه الكتابه كمان. ان يبقى ما انت ممكن اكتب لفنان فاقوم كاتب كل الدنيا ليه هو بس صح، وهمش الاخرين بغرض او غير غرض صح. لكن ان انا اقوم مدي حتى لو دور صغير والله ليه تقل، يا اما ما يبقاش موجود. طبعا طبعا طبعا. فدي حلاوه اللي قابلني مخرج صديق اسمه هاني حمدي، انت عارف هاني طبعا، قال لي الله يبارك له اللي جاي يعمل مشهد مطلعه بطل، واخد له زاويته، واخد له الكادر بتاعه، مبينه، مطلع له المشهد بتويستايه طبعا، شرفه قدام عياله، شرفه قدام اهله، ان انت جاي اكم من مشاهد يا استاذ سامح بيجي يعمل مشهد ما يبانش، يعني يجي يا حبيبي يجي يعمل مشهدين مش مشهد من ظهره، ممكن يعمل 30 حلقه 30 وما يبانش. والله بالظبط كده، يقول لك يا حبيبي بقى قعد العيله كلها والناس كلها انا موجود في المسلسل. لكن محمد سامي انسانيا في دي، دراميا وتقنيا هو بيعمله عشان طبعا خدمه الدراما. ما انا كنت عايز اقول لك كده ان هو بيخلي المشاهد، انا مش بس بشوف النجم محمد رمضان اللي كلنا طبعا بنحبه طبعا 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 بنشوفه في المسلسل، لكن نجاح المسلسل دراميا مع الناس طبعًا. انه علق الناس بكل الشخصيات طبعًا. هم بيحبوا مراتاته الاربعه، هم بيحبوا صفصف، هم بيشوفوا عيله فتح الله ومش طايقينها، هم متعلقين بنعيم بسيد، فالناس يعني ده نجاح كبير للدراما. انا ما شفتش هذا الكم من الممثلين كل واحد ليه تويست وليه كام حلقه هو بطلها ده حقيقي. كلنا يعني كل الممثلين عدد تداخل في حوالي 15 ممثل موجودين، 15 كاركتر موجودين، كلهم ممكن واحد يزعل يقول ده انا لسه ما ظهرتش، كلهم بيطلعوا ترند في حلقتين ثلاثه خلاص انت هنا بيعملوا المشهد بتاعهم، وبتبقى حاجه جميله جدا. كنتوا يعني بتحتفلوا انتوا مع بعض وكان فيكم فيديوهات مفرحه بالظبط يعني. كنا ده في السحور بتاع الشركه المنتجه ميديا هاب سعدي جوهر، وكنا في السحور بتاعهم يمكن تقريبا 6 رمضان حاجه كده في اول رمضان، وكان المسلسل يعني بومينج قوي من ثالث او رابع حلقه، كان عدد كبير جدا 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 جدا. وطبعا لما بيكون موجود النجم محمد رمضان هو ليه كاريزما طاغيه، فيمكن كان المدعوين كتير جدا، واحنا هو قاعد يغني والناس كلها جماعة احتفلوا بجعفر العمدة، فتحس ان الحفلة كلها بقت جعفر العمدة. فحتى السوشيال ميديا صورتنا وكان هو بيغني وكان سعيد وفرحان بالحكاية، لان كانت الاحداث تصاعدت جدا، فحتى خدوا الصورة دي لان دي كانت بعد العركة يعني دي كانت بعد العركة، فقالوا خلاص يا جماعة هو يعني حصل صلح خلاص ما بين دي كانت اتسحروا مع بعض ما بين كارم وما بين جعفر العمدة وكارم فتح الله والحمد لله. هو في طلب صلح كده حصل، فاحنا مش عارفين هيمشي ازاي. بتاع النهارده طبعا. يعني بصي هو الغرض يعني المسلسل مش هيهدى، ما هو مستحيل جعفر العمدة هيطلب صلح، ده اتسحر، ده اتضرب اخواته
والحريم البيت، وانت عارف المنطقه الشعبيه يعني ايه حريم البيت طبعا. يعني اذا كانوا عند المصريين كلهم شيء مقدس، فعند المناطق الشعبيه طبعا. مقدس المقدس طبعا. كمان والام اعلى واعلى، فازاي الملكه امه فهو مستحيل جعفر العمده بالشخصيه اللي اتكونت واترسمت هيترك الموضوع. طب ممكن احنا برضو يعني عايزين صراحه الموضوع ما يهدي، مفيش هتهدي يعني، مفيش هدوء لحد ال 30 هو مفيش هدوء ما شاء الله. طب ايه حكايه الدكتور بقى دي؟ والله انا طبيب بشري. انت دكتور ايه؟ بشري؟ طبيب بشري. طبيب بشري. انا متربي في الاقاليم في المنوفيه، كان عندي حلم التمثيل، بس انت عارف اقاليم يعني لازم تذاكر كويس، والاسره كلها يا طب يا هندسه، اخواتي واحد دكتور ودكتوره ومهندس، فاتربينا مع اب وام لازم تطلع دكتوره يعني انت عارف انت الفتره دي خالص. لا هتقول مين فني مين يعني يعني اصلا في المنوفيه هتجيب ده منين يعني؟ حتى اذا كان هنا في القاهره سهل تروح المعهد، سهل تتعرف بواحد مش عارف ايه، لكن انت في مفيش الكلام ده ولا تقدر تبيح بيه يعني. ولكن كان موجود طول الوقت، انت شايف السكرين دي وحاسس انك جوه من وانت طفل يعني. انا اتذكر ولا تجرؤ انك تقول لهم انا عايز ادخل المعهد مثلا او ادخل، لا يا نهار ابيض تقول معهد مين انت؟ انت يا دكتور يا مهندس يا صيدلي. طب جت امتى بقى انك مثلت؟ شلتها طبعا يعني طول الوقت، انا عايز انط في، انا حاسس ان انا مع الناس دي. انا يعني شعور حقيقي، مش ما هو كل الناس عايزه الشهره وعايزه التمثيل، لكن لا هو مش غرض الشهره ولا يعني، لا انا عايز، انا حاسس ان انا في المكان ده، عايز اتقمص ده واشتغل ده. خلصت الكليه، وطبعا انت عارف ان احنا كاطباء لازم دراسات عليا، ما فيش حاجه اسمها كده يعني، يعني وهدير برضو عارفه لازم دراسات عليا. انا قاعد في وسط دكاتره يا جماعه وهدير دكتوره برضو، دكتوره اعلاميه ودكتور ممثل بالظبط. فكان لازم، فخلصت الدراسات العليا وبقت الدنيا تهدى، وطبعا ربنا بيسر لك في الطريق ناس طبعا يعني، بيصل لك علامات وناس وحاجات وانت برضو ماشي كده. بالحلم في دماغك يعني، شغال دكتور لكن ماشي بالحلم في دماغك طول الوقت، الحلم في دماغي. يمكن اتخليت عن حاجه مهمه جدا 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 وفرصه شغل كانت هايله ومريحه جدا عشان خاطر ان انا اكون موجود في التمثيل. طبعا ورش بقى وجلي. لا ده انت حاولت كمان يعني انت عملت برامج. عملت برنامج كان الغرض منه والله يا سامح ان كده، ان في وسط يعني اعلان. ما انت اصل انت هتقول زي ما انا ساعدت في الاخراج علشان امثل. انت عملت كده علشان تمثل. هي كل الطرق عشان الكاميرا. يعني انا كنت طالع دكتور في البرنامج ده، شوف الطريق بينور لك ازاي. كنت طالع دكتور عادي جدا، فجات المنتجه قالت لي انت بتتكلم كويس، طب ما تيجي تقدم البرنامج. يعني انت كنت رايح ضيف. ضيف. ضيف كدكتور. عادي جدا زي اي دكتور بتشوفه بيتكلم. رايح طالع في حلقه. فقالت لي ما تيجي تقدم البرنامج. قلت لها يو تعالي. ماشي. حلو. ليه؟ عشان الوش يتعرف. ما انت كل ما هتروح تقول لحد يقول لك طب نعمل لك عملت ايه؟ كاميرا. طب نعمل، طب نشوف انت وشك. صح. طب نشوف ادائك ايه؟ قعدت سنتين هوا على قناه الحياه وقناه عظيمه وقناه شاشه كبيره جدا جدا. فرهبه الكاميرا نفسها صح خلاص ما بقتش موجوده. وبقى من السهل جدا ان انا اكلم اي حد اعرفه انا عايز اعمل دور دكتور. يا سلام. فانت ده انت هنا بقى انت مش بتطلب، ده انت هنا بتوفر العمل اللي يا سلام لو دكتور ودكتور اللي يعمله. فبدت بس عملت طول الوقت كنت عامل دكتور دراما يعني مش دكتور. يعني عملت كام دكتور؟ عملوه من اول كل التخصصات يعني. كنت ماشي بالروب بتاع على طول بالشنطه والبتاع. عملت ابو البنات مع النجم مصطفى شعبان. كان اول دور ايه؟ اول دور مأمون وشركاء مع الزعيم الاستاذ رامي امام، عادل امام. كان شادي علام كان منتج فني بتاع المسلسل. وكان وقال لي بص المشهد ده الزعيم هيبقى فيه مريض وتعبان وعايزين دكتور، هيزهق وهيتعصب لو المشهد مش مشدود. وده لو اتعصب انت عارف ده طبعًا. الزعيم طبعا. فقالوا لي تحضر اللوكيشن وتبقى، ما قلت احضر انظم الموضوع. ده مش كتمثيل، مش ممثل. انا داخل اشراف اشراف طبي على المشهد. فالمستاذ رامي قال طب ما شفت ما تخش انت شايف العلامات عماله بتنور لك يعني، انت بتروح. لا بس برافو عليك يا هدير. لسه هقول ده، ما هو مش حكايه علامات بس. حكايه انك ما استكبرتش وتقول لا انا ده انا عايز، لا انا دكتور، لا مش هعمل ده. اصل انا كم ناس شفتهم، لا انا عايز ابدا كذا. لا 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 لا, لا انك تقعد تحفر وتعمل طبعا عمال ده شيء رائع طبعا. دخلت قمت مصور المشهد، هو نفسه طلبني الاستاذ رامي امام في عفاريت عدلي علام بقى. هو اللي قالك السنه الجايه هتهولي يعني، جه طلبني. دي بقى كانت من يعني معقوله من مشهد خلاص بقى حطيت رجلي لحوالي 8 9 مشاهد ومع الزعيم
ما شاء الله دكتور بس بيعالجوا ودراما ما بيني وما بين الزعيم وبتكلم طبعا بصي ربنا بينور لك من كل حاجه ربنا بيديكي كشاف كده ينور لك الطريق. دكتور بقى كتير بقى يعني كتير بقى مع النجم هاني سلامه بثلاث مسلسلات، مع لحد ما اول حاجه عملتها كانت مسلسل اسمه فوق السحاب مع النجم برضه هاني سلامه رؤوف عبد العزيز، مع طبعا المخرج الكبير رؤوف عبد العزيز، امثل بقى يعني اعمل بقى دور بعيد عن الدكتور بعيد عن الدكتور. ومن بعدها الحمد لله والشكر لله يعني مسلسلات نجم الاخ الكبير، ضربه معلم، الونش، حواديت الشانزليزيه، نسل الاغراب، لؤلؤ، لحد بقى هديه ربنا الحمد لله. لؤلؤ برضه كنت طالع شرير بتاعت رمضان. أيوة بقى صح. هي دي بقى النفحه بتاعت رمضان الحمد لله. طب ادوار الشر يعني لؤلؤ وانت بتتكلم عليه برضه كنت طالع شخصيه سنيكي كده وتعمل مشاكل ما بينها وما بين الفنانه نرمين فايق. هي والله بصي انت في فتره من الفترات بتتمني الشغل فاللي بيتعرض طالما مع ناس ليهم مصداقيه وليهم بتشتغلي، فسبحان الله حصلت فعلا. يعني لؤلؤ انا عامل فعلا دور برضو شخص خبيث بيوقع ما بين لؤلؤ وما بين كاميليا اللي هي النجمه الكبيره نرمين الفي والنجمه الكبيره مي عمر، بيوقع ما بينهم بس ما كانش ظاهر قوي يعني كانت الدنيا لسه شوي. نسل الاغراب كان دور مصطفى الغريب الشخص الغلاوي بس مش شراني على قد ما هو وسط ناس كبيره جدا في غلاوي شويه، فما راحت بقى في الحته دي شويه في الفيلن يعني راحت في المنطقه دي شويه. لا وانا عاجبني كمان انك ايه عمال تفرق ما بين كذا وما بين كذا، والبعد الاجتماعي ايه والبعد النفسي ايه. طبعا ده ممثل يعني اللي يقعد يرسم طبعا الشخصيه عامله ازاي. ده في كارم فتح الله قرايه ال 30 حلقه بتفرق قوي السمع طبعا طبعا لما تكون معاك ال 30 حلقه غير لما تكون داخل باربعه خمسه وست حلقات. 30 حلقه بتكون الفكره كلها وانا قريت المسلسل اربع مرات انا عارف مين كارم فتح الله، عارف مين اللي حواليه، وانت بتقري الورق انا كارم فتح الله ترسم شكله، ترسم قصه شعره، ترسم الاكسسوارز والاكسسوارات اللي هو بيلبسها لحد ما الحمد لله يعني طلعت بالصوره دي لغايه لما جيت عندنا هنا والناس كلها تلموا عليك وتصوروا. انا اتشرف انا طول اقعد مع سامح حسين. لا يا حبيبي العفو يا حبيبي. لا يا حبيبي كبيره جدا جدا جدا. اكثر تعليق جالك على شخصيه كارم فتح الله تفتكره وانت قاعد دلوقتي؟ يعني اسعدك لا اسعدني كتير ان اللي هو تمثيلك رائع هايل ابدعت انت ازاي احنا واللي يعرفك كدكتور انت ازاي عملت كده انت يعني ازاي من دكتور. دي نقطه مهمه قوي صحيح طبعًا. يعني العيانين بقى في العياده ما يخافوش منك يعني متقلقه شويه في الاخر كانوا فعلا منبهرين جدا جدا جدا. دي التعليقات الاهل يعني كتير طيب. كده الاهل طبعا هم عايشين معاك الحلم من فتره طويله. هم طبعا الاهل دلوقتي عايشين سعاده النجاح يعني مغطيه بقى مغطيه على فكره حلاوه الدور. هم سعداء جدا لا هو يعني انت لسه لغايه دلوقتي دكتور ولا طبعا بروح عيادتي. بص الادوار يعني التمثيل لغايه دلوقتي ما بياكلش عيش والله يا زلمه يعني لسه ما تعتمدش عليه ان شاء الله اعتماد كامل. يا رب بقى تبقى الادوار اكبر واكبر واكبر وتبقى يعني اتمنى ان انا اكمل حياتي في هذه يعني المال. بعد شخصيه كارم هترفع الفيزيته ولا هترفع اجرك؟ لا عايز ارفع اجرك في التمثيل بقى الفيزيته لا انا عايز بس يعني قولا واحدا لا انا عايز اكمل حياتي في مهنه التمثيل يا رب. فيعني يعني اسمح لي اكون موجود في المجتمع بتاعك يا وفي اهل الفن يعني ده حاجه تنور الدنيا. وجودي معاك النهارده ده اعتماد والله في حد ذاته. لا يا حبيبي العفو ده انت منور الدنيا واثبتت حضور في وسط ناس كلها جامده وزي ما انت بتقول ليهم تاريخ وليهم جمهور انك تخطف الاضواء في مشاهدك بالشكل ده فانا احييك جدا. ربنا يخليك يا استاذ وكل سنه وانت طيب وانت بألف كريم وسلامة. ونفسي يبقى القعده اكتر من كده بس السحور بقى انت تدعوني في اي وقت هتلاقيني موجود معاك حبيبي ده والله انت انت وهدير يعني انا سعيد جدا بوجودي معاكم بجد. احنا مبسوطين بس انا خايفه اقول للناس مبسوطين ان انا موجوده معاكم يعني مش عارفه احمد عبد الله بتاع ايه على موقع التواصل الاجتماعي. والله انا سعيد جدا. الف مبروك ودايما ناجحين وعاملين حاله كده يعني تتابعها كل الناس. مسلسل جعفر العمده الحقيقه انه فرح كل الناس وخلى كل الناس تكون متفاعله مع الدراما في رمضان. الف الف مبروك على دورك في جعفر العمده ودايما بالنجاح. ربنا يخليك كل سنه وانت طيب وانت طيب يا رب. اسمحوا لنا بقى بعد اذن حضراتكم نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الحلقه مع حضراتكم.
حضراتكم من جديد في كل مكان. في شهر رمضان شفنا أهل المطرية عملوا إيه، شفنا مائدة إفطار مبهرة الحقيقة، شفنا ناس بتوزع محبة، وشفنا ناس بتوزع ابتسامات قبل ما تكون بتوزع وجبات إفطار. الحقيقة أنه اللي احنا شفناه في المطرية ده ما ينفعش تشوفه غير في مصر، ولما جملة كده بتتقال كل الناس بتقولها جوه مصر وبره مصر، رمضان في مصر حاجة تانية. فالحقيقة أنه خصوصية شهر رمضان شفناها في المطرية، شفنا الناس البسيطة اللي بجدعنتهم قدروا أنهم يثبتوا للعالم كله أنه بجد رمضان في مصر حاجة تانية. حانو دي يعني فعالية بتتعمل في المطرية كل سنة، يمكن بقالهم 9 سنين بينظموا الإفطار الجميل ده، لكن السنة دي كان ليه خصوصية وأخد يعني كمان ترند على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا جدا، ترند كله محبة وفرحة، والناس رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة إلا أنهم قادرين أنهم يكونوا مبسوطين ويبسطوا كل الناس اللي حواليهم. شفنا أسر مصرية مستورة وسعيدة، وأطفال بتشتغل وبتوزع أكل على كل الناس اللي حواليها، وسيدات مصريات، الستات المصرية الجدعة اللي بتطبخ جوه بيوتها وتعمل إفطار زي ما احنا شفنا. الحقيقة أنه يعني كان شيء في غاية الروعة الحقيقة، وكل الناس كانت بتتكلم عنه، الكبير والصغير، المسؤولين والناس العادية، صدروا لنا حالة من البهجة والسعادة أعتقد كلنا كنا في حاجة ليها. أهل المطرية الحقيقة اتجمعوا وعملوا حاجة يعني في غاية الروعة، يمكن ما نشوفهاش في أي بلد تانية غير مصر. وعشان كده احنا الناس اللي بتبقى مغتربة يعني وبيجي عليهم شهر رمضان، الموضوع عليهم ما بيبقاش سهل، لأنهم بيبعدوا عن الروح المصرية دي وبيبقوا مشتاقين ليها. نتكلم مع حضراتكم عن تنظيم إفطار المطرية وإزاي ده بيتم على كل سنة، والسنة دي كان إيه المختلف. معنا دلوقتي 2 من المنظمين والمسؤولين في مائدة إفطار المطرية، وهم الأستاذ علي أبو الدهب وأحمد حسن. أهلا بحضراتكم، منورين. أهلا بحضرتك، سنة وأنتم طيبين. أنت طيب، منورين الدنيا ورمضان كريم. الله يخليك. الله يخليك، احنا متشكرين على التقديم يا عم. ده احنا اللي متشكرين ليكم قوي على تحت أمركم يا حبيبي. ده احنا اللي متشكرين على تصدير الحالة الإيجابية زي ما هدي قالت. ده احنا مبسوط، ده انت حاجة إيجابية. انت عارف علي منور الدنيا علي. الله يخليك. احنا قلما بنلاقي على السوشيال ميديا ترند إيجابي، يعني حاجة إيجابية، فإحنا فرحانين بيكم. بس عندي سؤال، يعني عندي فضول أعرف أستاذ أحمد، أنتوا بدأتوا الموضوع، تعالوا يعني نبدأ بقى من الأول. أول حكاية جت في دماغكم إزاي؟ ما ده عادي إن إحنا نعمل مائدة رحمن كلنا نشارك فيها، لكن التخطيط ده والتنظيم الهايل ده جه إزاي من البداية خالص؟ التخطيط من 9 سنين فعلا؟ التخطيط والتنظيم جه مع الوقت. انما في الاول هي كانت فكره بسيطه جدا. احنا مجموعه شباب صحاب من منطقه واحده، من شارع واحد، فقلنا في رمضان نفطر مع بعض. طيب نفطر عند مين؟ نفطر عند مين؟ المكان هنا صغير، فقلنا نفطر في الشارع مع بعض. ده كان عزبه حماده؟ كلنا من عزبه حماده. شارع ايه؟ شارع ابو طالب. الله الله الله. فقلنا نفطر مع بعض، ترابيزتين صغيرين في الشارع، وكل واحد هيجيب اكل من البيت وهناكل مع بعض. دي كانت بدايه الفكره. حاجه بسيطه جدا. ثم في نفس السنه دي ابتدت تزيد شويه، صح؟ هي سنه عن سنه في ناس عرفت ان احنا فطرنا مع بعض، فقالوا هي كانت يوم 15 رمضان. في ناس زعلت، في ناس معانا في الشارع زعلوا. انتوا عارفين انه ده نص مصر زعلانه منكم، انتوا اكيد شفتوا. انا شخصيا عندي عتاب، يعني احنا ما بنتعزمش ليه في الحاجات دي؟ كان نفسي احضر الصراحه بعد ما شفت البالونات والفرحه والسعاده، ويعني فنانين مصريين كتير كانوا كاتبين في اليوم ده. كان نفسنا نكون يا هدير، انت مش هتبقي اغلى من السفير الكوري، يعني السفير الكوري. كان عندنا اجانب كتير. الحمد لله، الحمد لله، احنا يعني بنفرح بكل دوت، ان احنا قدرنا نوصل رساله لابعد الحدود. ايه هي الرساله بقى يا علي؟ ان احنا نبقى اهل وفي موده، لازم يبقى في موده بينا. وهو ده اللي اول 4 اصحاب قالوا احنا نفطر مع بعض، ايه المشكله؟ الناس الاول 4 دول زعل منهم 4 جيرانهم برضو، عشان ما قلتولناش ليه؟ طيب اللي هي الغيره المحموده دي. فاربعه جابوا اربعه لحد ما احنا بطلنا نعزم. انا في بس حته صغيره عايز اقولها. في 9 سنين احنا وقفنا سنتين كورونا، فاحنا بادئين من اكتر من كده. اوكي. احنا وقفنا في كورونا، احنا بدانا تقريبا 2012. يعني انتوا بقالكم من 11 سنه. 2012 بالظبط كان اول سنه. طب انتوا كمل بقى يا ابو حميد، يعني انتوا
ابتديتوا يوم 15؟ ابتدينا يوم 15 رمضان ساعتها يعني 2012، وما كانش محسوب ان احنا ايه يعني، هي جت كده. ستات بتطبخ في البيوت يعني، كلها حاجات مجهودات بينكم انتوا شخصيا بالظبط. وبعد كده سنة عن سنة الموضوع فضل يكبر يكبر، لحد ما بعد كده لما العدد زاد ما بقاش احنا ما بقيناش اصلا بنقعد نفطر، احنا بقينا بنجهز للناس اللي بتيجي علشان تفطر. وده بقى موضوع تاني خالص. موضوع التجهيز بالزبط. انت لما بيبقى عندك فرح عزمة فيه 100 واحد ولا 150 واحد، بس 10 افراد نبقى بنلف كده حوالين نفسنا. انتوا وصلتوا لكام عدد كده يا عيال؟ الحمد لله ده نعمه من عند ربنا، يعني احنا بنبقى تقديرنا احنا 3000 4000 واحد، اللي احنا بنقول ان شاء الله بالزياده ان ربنا يزودها ويبقوا 5 و6، ده نعمه من عند ربنا. الناس دي ما بتاكلش، سيبك من فلوس واكل، الناس دي جايه تفرح. احنا عندنا عيله لسه جايه لقطه ليها، عيله كامله بتنزل، هم حوالي 12 ده بص واحد. الشوارع بقى كلها ده المطريه كلها تقريبا. ابتدى جزء من الشارع، بعد كده المائده طولت بقى جزء اكبر من الشارع لحد ما الشارع كله اتملى. بعد كده ابتدينا طبعا عايزين نكبر، اخذنا الشارع اللي جنبه والشارع اللي جنبه لحد ما شكل الشوارع يشرح القلب. الشوارع الشعبيه اللي احنا بنقعد بالليل بنلون فوانيس وبنقعد نرسم هلال ما انتوا مقسمين بعض بقى يا علي، يعني ناس كل واحد يعني عشان المجهود يتقسم، عشان هو اكيد عشان يطلع بالشكل طبعاً. ده في تنظيم، الفالنا الزرقاء غير الفالنا الصفراء غير الفالنا الخضراء، كل واحد بيعمل ايه بقى احكي لنا. ايوه مع الموضوع في نظام برضو يعني اشرح لنا بقى الفالنا الزرقاء. هو ستر ربنا الاول قبل اي شيء، لان احنا عايزين نفرح ونفرح الناس دي، بس ما كانش طموحنا الناس دي كلها تيجي. ما لو فرح زي ما انت بتقول او عزومه مش هتعرف تعزم الناس دي طبعا. لكن هو صدقني اللي بيجي يفرح معانا بيجي هو والمره الجايه وحبيبه قوي اللي عايز يفرحه. زي بالظبط سياده السفير، احنا جانا استاذه عدنان ده ضيف عندنا، جه مره والتانيه قال بعد اذنك انا استاذن يعني ان السفير يجي. ده طباخ شهير، هو اللي عزم السفير الكويتي. احد البلوجرز، شرف، هو يعتبر صاحب دلوقتي وصديق للمنطقه عندنا، لان هو مش اول مره يجي، فانت اول مره بتيجي بتبقى ضيف، تاني مره انت من اهل المنطقه. هو جالنا كان ليه تصريحات انه اتبسط قوي بالروح المصريه وبالاكل المصري وجرب كل الاكل وكل تكريم لينا كلنا كالمطريه واهل عزبه حماده بالاخص، تكريم لينا وشرف لينا ان احنا جينا سفير ونقدر نقوم بالواجهه المشرفه للبلد. ده اللي جه، لكن كل الناس عرفت ده وفرحانه ده لانه طلع بره كمان بالظبط. بس بالمناسبه احنا ما دعيناش حد يعني، الـ 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 الموضوع كل ما كبر بيتعرف اكتر، فبقت الناس تيجي يحضروا زي بالزبط. المدونين والصحفيين الكتير العرب والاجانب اللي حضروا، وده اللي خلى سي ان ان تكتب عن الافطار وتكون يعني عنوانها الرئيسي مائده الافطار بتاعه المطريه. ده اللي عمل يعني الضجه الاعلاميه دي للموضوع. ده مهرجان اصبح مهرجان شعبي، المهرجان. بس انا عايز ادخل بقى اعرف التفاصيل. يعني بنرتب الترابيزات والكراسي دي من قد ايه، كام ساعه قبل الفطار، وهل بتتشال بعد قد ايه، يعني هل بتتشال على طول ولا بتتساب لتاني يوم، والتفاصيل بقى يعني مين اللي بيجيب ايه، زي ما حضرتك بتقول يا علي لون الفلان لون كذا، عايز اعرف التفاصيل بقى اليوم نفسه، تفاصيل اليوم نفسه وعدد المنظمين قد اليوم ايه. اكيد كتير. اليوم ده بيبدا تنظيمه ان شاء الله من بعد العيد، ان شاء الله يبدا تنظيم اليوم يعني. من بعد العيد احنا عايزين نفرح وعايزين نتجنب اي مشاكل ونتجنب اي ثغرات بتحصل طبعا. واي سلبيات واي حاجه طبعا. فبنبقى واخدين وقت براحتنا، وكل شهر بنتجمع مثلا في 50 واحد بيتجمعوا كل شهر، 20 واحد بيتجمعوا كل شهر لسبب العزومه. ده العدد الاساسي تقريبا 50 فرد، هم دول من 50 ل 70 فرد. بتقسموها ازاي بقى يعني؟ هل احنا مثلا انا جاي انا وهدير مثلا فبنجيب اكلنا معانا ان شاء الله خلاص احنا واخدين وعد، ولا بيبقى فيه خلاص بقى مرونة. اكيد ناس احنا مقسمين نفسنا اقسام. والموضوع طبعا جه مع الوقت مع التطور، علشان يكون في نظام والشكل العام يطلع بالشكل ده، فاحنا قسمنا نفسنا. يعني انا مثلا انا بعرف اطبخ، فانا انا في قسم المطبخ، انا بعرف اصور، انا في التصوير في الميديا. احنا مقسمين اقسام، في اخواتنا الكبار برضو
ايه الاقسام بقى؟ يعني اقسام الطبيخ رقم وفي واحد حلقة حلو تقريبا احنا شفنا حلويات كمان حلو فيها قسمه كامله حوالي 7-8 رجاله بسيداتهم باطفالهم بعارمهم هم المتكفلين بالبند ده بينزلوا كله بينزلوا بدقيقهم وسكرهم وبوتاجازهم وعسلهم ده الحلو ده هدف العزومه ان انت دي العيله دي مش بتصرف على العزومه العيله دي نازله تفرح معانا فهي امكانياتها تعمل ده فبتعمل ده امكانيات استاذ سامح ان يجيب لي 10 كيلو رز زي امكانيات استاذ هادير ان يجيب لي 10 كيلو لحمه بالنسبه لي الاثنين اخواتي طبعا وهل كل الاكل ده جاي من البيوت ولا في مطاعم بتعمل دعم ان احنا اللي بنعمل كل ده ولا التجار مثلا بتوع المنطقه بيشاركوا لا ممكن ناس اهل خير من المنطقه من عزبه حماده او المنطقه بتاعتنا ممكن يقول لك انت ناقص ايه طب احنا مثلا فاكهه كناش هنجيب فاكهه السنه دي احنا جالنا واحد كويس جدا وقال لك يا جدعان طب انتوا عايزين ايه ناقصين ايه فلوس اي حاجه طبعا احنا ما فيش فلوس سفير الكوري بقى بيجرب الاكل لا ومش بالعصايه بايده لا لا احنا الحمد لله كفايه ان احنا خليناه صيام السنه دي هو كان صايم فعلا وقال عايز ان هو يكمل اليوم صيام علشان يحس بطعم الاكل مع كل الناس الموجودين الصايمين طيب انا عايز اسال بقى سؤال بعد اذنك هدير انا دايما ببقى فخور جدا وبقول الحدوته دي على طول ان انا متسمي سامح لان انا شبراوي وشبرا زي المطريه زي عين شمس زي كل الاحياء الشعبيه دي نفس الروح دي ومتسمي على اسم جارنا المسيحي عايز اعرف بقى دور لان كان في صور حلوه قوي قوي متصوره حتى من البلكونات مايكل احنا عندنا مسيحيين اخواتنا فاكيد دول في بيوت موجوده اكتر ناس بقى قاعدين مش هتحسي لما تيجي العزبه او المنطقه بتاعتنا ان فرق بين مسلم ومسيحي في المعامله ولا غني ولا فقير ما ندخلش المواضيع احنا كلنا اخوات ده احنا بنقول بدايتها الحكايه مهمتهم ايه جيراننا في العزوم بيشاركوا معانا بيشاركوا معانا انا ممكن امسك على اي مثلا واللي ما بيشاركش اللي ما بيشاركش بحاجه باكل او حاجه بيشارك معانا بالمجهود في التنظيم يعني كل واحد عندنا في المنطقه ليه دور من اصغر طفل اللي بينفخ البالونه وبيركب الزينه لحد اكبر ابتسامات الاطفال في الصور تشرح اليوم ابتسامه الطفل تشرح اليوم هو اليوم طبيعي اليوم طبيعي يعني انا لما السفير اتسالت هو وصل لفرحه لحد فين قلت كل ما تبصي في عينيه تشوفيه هو بيعمل ايه بيقول ايه ما تعرفي هو فرح وصل لحد فين مش هوصف لك تعالي في وسط البقى اللي انت بتقولي في وسط الاطفال تعالي في وسطيهم هتفرحي اكتر ما انت فرحانه كتير 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 طب معلش احنا انا لو بعمل عزومه في البيت وعندي عدد بيبقى في دايما في دماغنا وهو المصريين بقى وكرم المصريين طب الاكل هيكفي مش هيكفي ده اكبر فعلا انتوا بيبقى الموضوع ده في دماغكم ازاي صح اولا احنا يعني كل سنه لازم يعني نزود يعني انا باجي مثلا السنه اللي فاتت بقعد باجي بعد العيد بقعد يا جماعة إحنا مثلا عندنا شوية سلبيات هنتكلم فيهم عشان نكون أحسن السنة الجاية طبعا من ضمن الحاجات دي إن لما العدد بيزيد كده فأنا أبقى مضطر إن أنا السنة الجاية أزود فأنا بعمل حسابي إن أنا هجيب مثلا أنا بجيب عدد وجبات لا أنا لازم أزود الوجبات أنا لازم أزود الترابيزات لازم أزود عدد الكراسي لازم أمتد في الشارع أكتر علشان اقدر ان انا استوعب اكتر والمشكله ان مش انا مش بخدم بس اللي بيقعد يفطر انا بخدم كمان الناس اللي بتيجي في ناس كتير جدا ما بتلحقش تقعد يعني المكان بيتملي والترابيزات والكراسي بتتملي من قبلها بقد ايه السنه دي في طفره يعني في ناس بتيجي بدري يعني احنا حتى اللي بيسالنا بنقول لهم يا جماعه تعالوا بدري تعالوا بدري احنا انا ما اقدرش احجز لحد ده مش مكان لحجز ففي ناس بتيجي بدري قوي يعني احنا نزلنا احنا الترابيزات اتفرشت قبلها بيوم وقبلها بيوم احنا بنعمل برضو سحور جماعي سحور جماعي نص الناس دي بتيجي بالليل طب انا عندي فضول كده اعرف يعني انتوا جريتوا ريقي يعني بصراحه المنيو ايه بتاع المنيو لا فطار منيو المائده ايه يعني برضو انا صايم اهو ورايح افطر برضه الوجبه بقى كنتوا هل بتبقى موحدينها ولا الشارع ده كله زي بعضه كله زي بعضه صغير زي اي حد على فكره السفير يعني اكل من الاكل اللي كان منه كل الناس لا 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 عزومتنا كل زي ما كل اللي جنبه واللي قدامه اللي هو ايه بقى الشارع التاني
اللي هو الوجبه الرئيسيه. الوجبه الرئيسيه الرز وفراخ وبطاطس. دي في بقى محاشي، في طواجن. يعني انتوا اللي خلصتوا لنا الفراخ بتاعه البلد ولا ايه؟ واحنا اصلا ما ينفعش ان حد يا واحد بيشيلها يعني. هو احنا مثلا احنا عندنا اتنين مثلا في صحاب مزاج مجازر ممكن يحاولوا يتبرعوا بحاجه ناقصه يعني. احنا مثلا احنا عايزين بنجيب 200 فرخه 150 فرخ، ما بنجيبش 1000 فرخ. يعني ما بنجيبش مثلا الباقي بقى كله دعم، ما بنجيبش 2000 كيلو لحمه احنا. احنا ما بناكلش الناس دي كلها، بتبقى النواقص بس. النواقص لو انا في بند انا مثلا ما قدرتش، عشان برضو ارتفاع الاسعار في الفتره الاخيره والعدد، العدد بالظبط العدد بقى اكبر، واضطر ان انا اجيب اكل اكتر، ومع الاسعار اللي موجوده دلوقتي فالموضوع بقى صعب. فمش كل البنود عندي في الاكل انا بقدر ان انا اشتريها كلها بالاسعار دي. انا بشتري كميات كبيره جدا، ففي بعض الناس انتوا بتعملوا النواه الاساسيه بالظبط الاساسي. ثم بقى طب هتتبرعي بايه المره الجايه؟ هطبخ بقى. انا هتبوخ. شايفه، انا شايف الستات كلها دورها بتطبخ، وكل واحد بقى يتميز بالحاجه اللي هو بيطبخها. كم بقى عايزين نعرف الاعداد والحاجات دي تقريبا يعني؟ لا والاعداد صعب والله، لان احنا مثلا انا عن نفسي ماسك المطبخ، تخيل لو ان الوجبات كلها هتخش عندي في حته وهبدا انا اخرجها على الترابيزات. طب انا في واسطه هو اللي مشغلني الحكايه دي، عبد الفتاح حسن، ده من اكبر منظمين برضه. بس تخيل عبد الفتاح ده مسؤول ان يمسك 70 بيت ينزل منهم حلل، ومسؤول ان كمان يبقى منظم جوه الحفله، وبترجعوا لهم الحلل لان الموضوع ده مهم قوي. اكيد كل سنه بنديهم هي بتتضمن يعني. كل حله بيكون عليها الغطا، بيكون عليه تيكت ومكتوب عليه الاسم. لا ما احنا بنطلب منهم عشان الحاله تنزل وست مطمنه. ما احنا بقى لنا زمن على كده، في تيكت بيتكتب بالاسم عشان ترجع تاني لنفس البيت، عشان ما فيش حاجه تقول. والله بدقق التفاصيل طبعا لازم. ما دي اكيد الحاجات اللي كان احمد لسه بيقول عليها، الحاجات السلبيه اللي هم شافوها ثم بيتفادوها كل مره. الحمد لله السلبيات بتاعتنا بسيطه جدا. حصل لخبطه في الادوات، فالسنه اللي بعدها حصل تنظيم جامد في الادوات علشان انا اقدر برضو ارجع كل حاجه للبيت بتاعه. صح. طب انتوا السنه دي على وجه التحديد تابعتوا اللي حصل؟ تابعتوا الحاله اللي يعني من البهجه والفرحه العارمه اللي كانت عند الناس؟ كل الناس مشيره صور المطريه، فيديوهات المطريه، البالونات وهي نازله على مائده الافطار، صور الستات والبنات وهم واقفين يتصوروا بالتليفونات في البلكونات. هم اللي رموا البلالين الاول. يوم 15 رمضان كان يوم خميس. يوم الجمعه تقريبا كلنا كنا نايمين من التعب طبعا. فيوم الجمعة ده يعني احنا بنتعب جدا جدا في اليوم ده، لان احنا يعني بنخدم. تبقوا خلصانين طبعا بعد يوم طويل زي ده. بالظبط. واحنا برضو بعد ما بنخلص والضيوف، لا وبص المظاهر كمان، والضيوف بيمشوا واليوم بيخلص، احنا بنفضل موجودين عشان لازم ننظف الكلام ده كله. فبنخلص متأخر. طب امتى اول مرة عرفتوا ان الموضوع السنة دي بقى يعني بنتابع طبعا؟ خد بقى بعد كورونا التعليقات دي اول واحده بعد كورونا. بنتابع طبعا من السنه اللي فاتت الموضوع يعني. دي العيله اللي بقول لك عليها بتاعه الحلويات. بيعملوا ايه حلويات بقى يعني؟ احكي لي. قطايف وجلابيا. في كده بيعجنوها وبيغلوها. شايفه عينك على الاكل يا سامي. وفيهم شيفات، ده فيهم شيف شغال في السعوديه. يعني في وسطيهم ابنهم، ابني من ابني منهم ان شاء الله. انا ما كملتش حته الفيديوهات، انا لسه انا لسه لحد دلوقتي ما خلصتش فيديوهات العزوم. يعني انا لحد النهارده لسه ما خلصتش الفيديوهات، انا ما كملتهاش. احنا مش عارف يعني لسه. بس كل ما بشوف فيديو جديد بفرح من اول جديد. يعني ده اللي انا وصلت، كل ما بشوف فيديو جديد بفرح من اول جديد. دي الحته اللي فيها المطبخ اللي بيتجهز فيها المكان. طب انا عايز اعرف، انت قلت الاصفر فلنا الصفره دي حاجه. كان انت تتكلم والمظاهر دي يا ابو حميد، انا اسف يعني. بص حضرتك المظاهر بتاعه الناس اللي بيعزفوا، الناس اللي بيطبلوا، الناس اللي لا ده رزق في كانه مهرجان. دي ناس، دي ناس جايه تفرح وتفرح الناس. طفل قاعد جايب ازازه كده وبيعزف كده، حاجه بدائيه عاديه جدا. هو جه لوحده، محدش انا شامم الريحه من هنا. الشيفات دول زمايلنا معانا من المنطقة ومتطوعين بدون أجر طبعا، وهم بيتعبوا جدا. قسم المطبخ بيتعب جدا جدا، لأن هم بيبدأوا بدري علشان يقدروا أن هم يخلصوا
كميه كبيره جدا من الاكل بالمنظر ده. بس المطبخ ده في كذا حته يعني مطبخ واحد محشي. بس ما يعني, يعني انت اصلا لو عامل عزومه 15 واحد استحاله بنشتري محشي يعني. في عندنا لا احنا عندنا 70 انا اسف معلش هي المطبخ مش الشارع ده المطبخ. ما انت عندك 50 60 شقه بيطبخوا بيوت فكل ده مطبخ الاكل عندنا بس انتوا بتشرفوا بقى ايه على علشان يبقى كله واحد في مواعيد المنيو واحد الاكل الاكل ليه قسمين الاكل ليه قسمين في قسم اللي هو بتاع البيوت اخواتنا البنات والامهات في البيوت هم اللي بيعملوا عجبني قوي المحشي اخواتنا البنات كلهم مشتركين انا عاجبني جدا وازواج اخواتنا واهالينا وامهاتنا والعيال الصغيره بيفرحوا لانه بيسمعوا كلامنا وما بيعملوش الغلط وبيلتزموا ان كل حاجه تبقى مظبوطه فده يفرحنا يبقى هو انت مساند معايا طالما ما عطلتنيش انت مساند معايا فالمنطقه كلها الستات في البيوت هم اللي بيعملوا الحاجات الصعبه بتاعه الاكل اللي هو نفس الام في الـ في الـ في الاكل اللي هو المحشي واللي هو الحاجات اللي فيها المحشي والطاجن طاجن اللحمه لان طبعا الشباب حتى لو شفات مهما عملوا مش هيطلع طبعا بالبلدي بالشكل ده بالظبط كده بالنسبه لل انتوا بعد 9 سنين هتبقوا عارفين الطاجن ده بتاع مدام مين والمحشي ده بتاع اول ما طبعا انا لو رحت السنه الجايه ولقيت طاجن كل ده بيجي لي لقيت طاجن كده محروق منه ولا حاجه اعرف ان ده هدير لا والله يبقى هدير جت وطبخ لا والله الحمد لله الناس كلها بتشكر في جوده الاكل مع العدد ده كله والحمد لله الحاجه بتطلع بجوده كويسه جدا مفيش اكل بيطلع مثلا مش حلو ولا حاجه او مش مستوي كل الناس بتتبسط جدا النية بالاكل عشان طيبه هي كلها صح. انه نسعد خير. الناس اللي حوالينا هي اليوم بيطلع بالشكل ده اعتقد انه يعني ربنا بيبقى مبارك جدا جدا في كل حاجه احنا طبعا بدايه اول كل يوم 15 رمضان بنجدد النيه ان اليوم ده لله ده مش علشان صح. اي حاجه صح. ده عشان اللمه علشان الالفه صحابنا اللي ما بنشوفهمش من السنه للسنه بيجوا في اليوم ده وبيستنوه وبيبقى زي عيد بالنسبه لنا يوم 15 رمضان يعني احنا كده عيدنا خلاص 15 رمضان احنا عيدنا انا اعتقد يا ابو حميد انت وعلي اعتقد ان المظاهر الجميله دي ليها اثار ايجابيه مش بس عندنا بره المطريه او بره خالص بره مصر ان هي بقت مظاهر سياحي لا اكيد ليها مظاهر ايجابيه جوه الحي زي ما علي قال ان بقوا الاطفال او الصغير يسمع كلام الكبير عايز يعني عايزين نستخدم برضو ناخد الحاجات الايجابيه دي ونعيش بيها فتره من الأهداف ما نبقاش ايوه هي مش مائدة رحمن عشان في ناس بتقول مائدة رحمن كله بتاع ربنا ما حب جاري ما هو ربنا اللي قال لي فانا هنا الهدف مش ان انا اعمل مائدة رحمن لناس غريبه عن المنطقه لا هي الحكايه بالعكس هي بقى الموضوع للصحاب والاهل وللجيران عزومه بس على كبير شويه اللي هيخش فيها هو من اهلها احنا ما عندناش حد غريب ما عندناش معامله غير معامله ما عندنا ده لينا كلنا خلص ده احنا قاعدين مع بعضنا ايه بقى المظاهر الايجابيه اللي انتوا لمستوها عن طريق حاجات زي دي عايزين نرجعها تاني في كل الاحياء اول حاجه انا شايف انا ابني بيكون موجود معايا في يوم 15 رمضان لازم ابني عنده 6 سنين ما شاء الله فهو بقى بيستنى 15 رمضان زي بالظبط هو مستني اللي بيحصل في 15 رمضان زي ما يسمع كلامك زي ما يسمع كلام علي بالظبط صح كده بالظبط انا بابا وعلي بابا واحمد بابا صح بس سيبك من بابا هو نفسه حد يقول له اعمل دي واعمل دي بالظبط هو بقى مستني عايز يساعدنا هو مستني حد يعني الاطفال بيبقوا موجودين قول لي اعمل ايه وهم واقفين كده جنبنا عايزين يشتغلوا معانا عايز يبقى ليه دور بالظبط فدي دي طبعا من اهم الحاجات الايجابيه ان الجيل اللي طالع يطلع على روح اللمه وروح الحب والالفه اللي موجوده في يوم 15 رمضان ان يبقى في كبير لينا في الحته دي ونسمع كلامه ويبقى في كم الاحترام والود يعني طب بعد النجاح الكبير الحقيقه اللي حصل الحمد السنه لله دي على كل شيء. الحمد لله تخيلاتكم ايه للسنه الجايه ان شاء الله ايه الحاجات اللي انتوا نفسكم تتعمل لسه ما اتعملتش اعتقد الواحد وهو بيكون بيعمل حاجه زي دي ما بيبقاش قصده انه يطلع ترند ما بيبقاش متخيل انه سي ان ان وكل القنوات العربيه والاخباريه كتبت عن المطريه
يعني انتوا فعلا خليتوا الناس تصدق المقولات اللي بتتقال انه رمضان في مصر حاجه تانية، دي مش شعارات. الخصوصيه اللي شفناها يوم الفطار في المطريه تاكد الحاجات دي. الواحد بيخاف من السنه الجايه. بص التنهيد ده، ايوه الواحد الكبير ده الحقيقه انا مش عايز اتكلم. الواحد هعمل ايه تاني؟ الواحد لما بيشوف الفيديوهات العدد، لان طبعا الواحد جوه الارض ما بيشوفش في اليوم كل حاجه، صح؟ بنشوف طبعا الكلام ده في الفيديوهات بعد ما بنخلص، في حاجات كتير الكاميرا بتجيبها انا ما بشوفهاش الا في الفيديو. ان شاء الله لما اخلص من فرحه السنه دي، عشان احنا لسه احنا فرحه انا عديتي معاكم فرحه 15 رمضان لسه ما خلصتش. وانا بالنسبه لي انتوا يعني نشان ان انا جاي من طرف 15 رمضان، فلسه فرحتي ما خلصتش، فان شاء الله اخلص فرحتنا وبعد كده نكمل 15 رمضان الجاي. انتوا مش فرحتوا بس المنطقه، اهل ما احنا جايين دور نفرح، انتوا فرحتوا يعني المصريين كلهم وفرحتوا العالم واصحابنا اللي بره في الدول العربيه وفي دول السياحه بقى ايه يعني. بيجي لكم ناس من بره فعلا؟ بيجي فعلا. احنا اللي احنا شفناه الكوري لا، والدول العربيه في بلوجرز كتير من جنسيات عربيه. صحيح. من الامارات، وكان في كتبوا على صفحاتهم وكانوا موجودين معانا وسافروا وكتبوا بره، كانوا موجودين معانا، كانوا موجودين معانا وكانوا بيصوروا كل حاجه وبيصوروا فيديوهات وصور وكانوا مبسوطين جدا والحمد لله، يعني استقبلوا احسن استقبال. وكان في من المغرب، كان في من دول كتير، وكان في كمان من جنوب شرق اسيا، من اندونيسيا كان في ناس موجودين، وكان في من الهند كان في ناس، بغض النظر عن السفير الكوري. بس بقول لكم ايه، لو جم اي حد بره مصر احنا ده مش هيخلينا نعمل لهم مطبخهم، لا يجوا ياكلوا من اكلنا، لا نفس الاكل، الاكل بتاعنا الشعب المصري. عندناش احنا كل منطقه فيها الكبير وفيها الصغير، لان هم بيبقوا جايين علشان كده عايزين يذوقوا الاكل المصري. فاحنا لا يمكن نغير اكل البيت اللي احنا ابتدينا بيه، هو هو نفس الاكل نفس كل سنه، هو هو ان شاء الله ما بيتغيرش. انا زي ما قلت لحضرتك، هو الاكل كله واحد، كل الناس بتاكل من نفس نوع الاكل. والله هو انا شفت على مواقع التواصل الاجتماعي المدونين كتير ومؤثرين كتير، كان كلامهم كله عن الروح المصريه العظيمه دي، وانه اللي شافوه في المطريه ده ما ينفعش يكون موجود في بلد تاني غير مصر. واللي كان كاتب بقى شعب ملوش كتالوج، واحنا دايما شوارعنا كده مليانه فرحه، في عز اي ازمه تلاقي الناس خرجت وقدرت انها تفرح وتفرح الناس اللي حواليها، ولا كاننا عندنا اي ازمه اقتصاديه كل الناس بتتكلم عنها. هو الطبيعي، الطبيعي عندنا في المنطقه من زمان كمان، من قبل ما نعمل الموضوع ده، ان رمضان لما بيبدا احنا كلنا في الشارع، يعني احنا موجودين في الشارع طبيعي، وولادنا وبيلعبوا والعجل، ويعني رمضان دوره بقى والقهاوي والمساجد، دورات الرمضانيه، دورات الرمضانيه، كل ده موجود، كل ده الطبيعي موجود بتاعنا. يعني ده العادي. محدش السنه دي قال لك فوتها السنه دي، احنا كلنا ظروفنا صعبه، بلاش الفطار السنه دي، مش هنقدر نعمله، ربنا ما بيشرب. احنا بنجتمع شاية. احنا بنجتمع عدد معين من الاعضاء اللي هم بينظموا الموضوع. فابتدينا طبعا الكلام ده لما الاسعار عليت، فابتدينا اتكلمنا في الموضوع ده، ان احنا الاسعار يا جماعه زادت قوي، طيب الحاجه غليت واحنا العدد عندنا زاد، هنقدر؟ فهل هنقدر؟ فدايما بنبقى خايفين ان احنا ما نقدرش نكمل اليوم كله. فالحمد لله، الحمد لله، عشان الموضوع برضو كله خير بيكون فيه بركه، صح؟ وكملت الحمد لله، وزي ما كملت السنه دي وكملت السنه اللي فاتت، باذن الله السنه الجايه هتكمل وهتبقى اكبر باذن الله. يا رب ان شاء الله. طب احنا الكلام عن العزومه واليوم العظيم ده خدنا شويه، سامحونا يعني، عايزين نتعرف بقى عليكم انتوا بعيدا عن العزومه، يعني بتشتغلوا ايه؟ يعني ساكنين في المطريه ولا واخدين شقق بره وبتروحوا تزوروا اهاليكم ولا ايه؟ عايزين نتعرف عليكم، يعني المفروض نتعرف في البدايه. انا فرحتنا من السيانه كل صح. حاجه، وانا مبسوط والله جدا، وزي ما قلت عليك كل ما انا بتكلم عن 15 رمضان فانا لسه في فرحه 15 رمضان. انا واحد من ضمن عمل كبير بيوصل ل 300 في اليوم دوت، بيبدا من حوالي 20 طول السنه ل 30 ل 40 ل 50 لحد ما ممكن يوصل 1000 واحد عايز يخدم. انا واحد من ضمن الناس لا دي. انا بتكلم بقى كمان يا حلوه بره ال ما هو بيجي لنا ناس من بره المنطقه، إيه يعني عايزين يخدموا. يعني في شيفات كتير جت
شفات بكرنات رهيبه نفسها تخدم. لو رايحين عند عزومه اي حد كان بيخدم الكل ومفيش فرق بين اي حد. احنا ما نقدرش على تكاليف الشفات اللي عندنا كماديات، احنا ما نقدرش ولا حد يقدر ولا اي إن كان. احنا عندنا 10 شفات، شوف انت حضرتك الشيف يعمل كام في عزومه زي ديت؟ لو شالها هيكلمني في رقم انا مش هقدر عليه اصلا، ولا انا ولا اصحابي. صح، دي نفحات ربنا، ولا انا حاسسها عشان انا من المطريه ولسه موجود. بشوف فرحه صحابي اللي اتجوزوا بره زي ما حضرتك بتقول، وفي دول عربيه كمان بيجوا اليوم ده عشان يعني يشاركوا في هو اليوم ده السنه. صح. انا بالنسبه لي انا قلت في وسط العزومه ان انا عيدت وخدت العيديه خلاص. انا كان في روح للعيد فعلا بالبلد، عملت طول السنه تعبت في حاجه وربنا جزاني خير ان انا شفت فرحه ما شفتهاش، مش متوقع ان ده يحصل. فلما يحصل وزياده فخليني في الفرحه ما شاء الله. انا شغال في الاستانلس وليا في مجال تاني، بس انا في العزومه احنا كلنا ما فيش حاجه اسمها انت شغال ايه. وعندك ورشه عادي؟ لا انا شغال في مصنع. في مصنع شغال في مصنع استانلس. وانت يا استاذ احمد؟ انا بشتغل في شركه في المبيعات. انا حاليا ساكن بره المطريه، بس على طول متواجد في المطريه. يعني رمضان والعيد ده اساسي، يعني المناسبات كلها حتى شم النسيم كل المناسبات لازم تحس بالحاجات دي. تعالى لازم لا انا حاسس بيها لازم اكون جوه المطريه مع صحابي اللي تربيت معاهم ومع اهلي طبعا. وبيت العيله ده شيء اساسي، ان احنا اول يوم وتاني يوم لازم نفطر مع بعض. كل العائلات بتفطر مع بعض اول يوم وتاني يوم، حتى احنا ما بنعزمش بعض. او مثلا حتى لو احنا عايزين نفطر مع بعض في يوم بنبعد عن اول رمضان، لان دي من العادات والتقاليد بتاعتنا ان احنا اول يوم ده لازم الاهل طبعا يتلموا ويفطروا مع يا بعض. يا عندك يا عندي، بس بالزبط. لازم اول يوم بالظبط. صح. لازم طبعا الام هي اللي بتعمل الاكل وبتبقى فرحانه طبعا بوجود ولادها اللي هم حتى اتجوزوا وسكنوا بعيد عنها، بيجيبوا ولادهم وبيبقوا موجودين وبيفطروا مع بعض اول يوم رمضان. انا روحت المطريه دي كتير قوي، حصل لي الشرف يعني فتره كده كنت بخرج لفريق مسرح وكان فيهم مصطفى خاطر، ومصطفى خاطر من المطريه من عندنا من عندك فعلى طول ايه لما بروح ما كنتش بحس باختلاف خالص ما بين فعلا المطريه واي حته شعبيه في مصر. حقيقي يعني ما هي الروح المصريه دي الناس بتحكي وتتحاكى بيها زي ما بيقول، الشخصيه القويه الصلبه وفي نفس الوقت بسيطه جدا جدا جدا، هو ده الاختلاف اللي الناس بتشوفه في الشعب المصري. وللحقيقه ان احنا على مدار الزمن بنثبته، وحتى لو احنا مش قاصدين نعمل ده، بس دي الصوره اللي اتصدرت ودي الخصوصيه اللي خرجت من المطريه للعالم كله بالفطار اللي انتوا عملتوه. احنا عندنا في المطريه زي ما حضرتك قلت عندنا المهندس وعندنا الدكتور والمحامي والمحاسب والموظف واللي عنده محل والصنايعي، كل الفئات موجوده، كله موجود. بس في يوم زي ده كله بيتجرد بقى من الألقاب ومن الشغل والكلام ده، وكل واحد موجود في الشارع زي بعضه. صحيح. من أول الطفل الصغير لحد الجد الكبير اللي عنده 70 سنة بيبقى موجود وبيشارك. أكتر فئة بتسندوا عليها قوي في اليوم ده أو قبليها في التجهيزات، فئة ايه؟ الستات ولا الشباب ولا الأطفال؟ أنا عايز أقول لك على حاجة، مفيش حد بيحس بتعب أو حد جاي على حد، وفي ناس بتخلص اللي عليها وبتروح لناس تانية تقول احنا خلصنا ودونا حاجة نعملها. في فلنات خلاص دورها خلص. لا مفيش حاجة اسمها دورها خلص. سلم نفسك لحد. في تيشيرت خلص مهمته بيروح يساعد التيشيرت اللي جنبه اللي هو لون مختلف. فمش هتلاقي اللي يقول لك أنا مختلف عشان يخلص. أو جيت عليا. لأن الموضوع بيبقى بيتم بحب. حب. مش هتلاقي اللي يقول لك كده أنت جيت عليا المرة دي، أنت تعبتني، مش هتلاقيه. مش هتلاقيه خالص يوم 15 رمضان. مش هتلاقي غير إن كل واحد عايز يسند التاني. مش هتلاقي إن غير إن كل واحد حبيب اللي جنبه وخلاص. إحنا واحد. إحنا واحد. حبيب اللي جنبه وخلاص. أنت بص في الناس وهي فرحانة كده وأنت ماشي في وسط الفيديوهات اللي إحنا اللي أنا بشوف أنا العزومة دي أنا بشوفها فيديوهات. لأن أنا ببقى في مكان خارج كل ده. بيبقى مكان متطرف شوية فما بحضرش كل الضيوف دي ما بقابلهمش أصلا. طب احنا لو جينا وفي عربيات ما أكيد بقى
يعني ده سؤال برضو. العربيات بتركن بره. لا لا في بقى ركن بره. طبعا في قسم مختص ما تقلقش حضرتك. كل ده معمول حسابه. معروف ان انت. طبعا كل الناس اللي بتيجي دي بتيجي معاها عربيات. فطبعا بنوفر لهم اماكن وبنقول زي ما الناس اللي اذا كانوا عاملين تيكت للحل. العربيه مش هيبقى ليها مشكله. احمد معروف ان استاذ سامح واستاذ قدير جايين. معروف ان احمد مسؤول معاهم لحد ما يجوا لحد ما يمشوا. خلاص انت مالكش دعوه بالعزومه يا احمد. احمد خرج بره العزومه دي مهمته بالظبط. الناس دي في عندنا قسم هيوفر لك اللي انت عايزه. عايز بيت هيطلعك بيت. عايز شقه هيوديك شقه. عايز المطبخ هيوديك. اي حاجه انت عايز توديها هيقول لك تعالى اوديك فين. في حضرتك بالمناسبه عشان سالت على لون التيشيرت. في تيشيرت هنلاقي لونه اخضر كده او زيتي. اللون ده اي حد لابس التيشيرت ده مختص بقسم الميديا او التصوير او الاستقبال بتاع الضيوف. فكل واحد من دول بيبقى معاه مجموعه هيستقبلهم. بيروح يستقبلهم بيركن عربيته بره بيطمن عليها بيدخله جوه وبيشوف له مكان مناسب يقعد فيه وبيفضل معاه لحد ما اليوم بيخلص ويوصله ويتاكد ان هو اتبسط. الحقيقه انا شفت تقارير كتير اتصورت في اليوم ده من المطريه. المراسلين حاله الفرحه كانت على وشوشهم. هو كله طاقه ده مكسبنا. وكله فرحه مش شغل. تحس ان هو ما بيشتغلش مع انه جاي يشتغل. لا هو مش جاي يشتغل. هو بيلاقي نفسه دخل في الايه في الجو بتاع المود بتاعه وبيبقى فرحه. طب انت بتقول لغايه لما اليوم بيخلص ونمشي. اليوم بيخلص الساعه كام بقى بعد الفطار بقد ايه؟ الساعة 3 الصبح أو الفجر تقريبا. الترابيزات موجودة والكراسي. لا احنا خلاص الشارع بيبدأ يتكنس. انت بعد الناس دي بتمشي الساعة 1 الساعة 12 يعني بعدها بساعة مثلا أو ساعتين. الساعة 12 الناس ماشية السنة دي باين. احنا تقريبا يعني في السهرة كده. لو قدرنا ان احنا نفطر بالليل متأخر بنفطر. ان احنا طبعا يا دوب بس ايه بلحق. احنا سندنا الساعه 11 بالفطور. الساعه 11 بالليل فطرنا. الجروب بقى اللي هم حوالي 100 اللي اتبقوا فطروا بقى بالبواقي اللي احنا ايه يا دوبك كان كل واحد شايل مزايا على تفاحية على ورك فرخه. بناكل حاجات بسيطه كده علشان طبعا بيبقى الواحد اليوم صعب فبيحاول ان هو ايه عشان برضه تحسوا بسيداتكم لما بيبقى عندهم عزومه لانه ده بيبقى والله حاسين مش لازم تقولوا لنا يعني ابتدينا حاسين يا حبيبتي. احنا ابتدينا العزومه بستاتنا واخواتنا ومراتاتنا واولادنا البنات ليه؟ لان هم النفس في الحكايه اللي محدش فاهمه. هم دول النفس. البيوت اللي محدش يعرف عنها حاجه اللي بتنزل اكل عشان الناس دي تكمل فرحتهم. هم دول البدايه. فاحنا اديناكوا حقوق اكتر من كتير. صح يا علي. شكرا يا علي. بجد انا شخصيا ببقى شايف ان الستات في البيوت بيتعبوا جدا جدا جدا. يعني صح. كفايه ان هم يطلعوا الاكل يعني. وفي ميعاد عامل ازاي عشان الباقي ما يبردش الاكل وبتاع. الاكل بينزل سخن. الاكل بينزل طازه. بس انا متاكده ان هم بيبقوا زي العسل وبيبقى في طبعًا. حاله من السعاده بقى والتنافس في انها كل طبعًا. واحد هيطلع تشوفيها امتى بقى تشوفيها اول مثلا لما يجيبوا مثلا ورق عنب ولا كوسه ولا بتاع. لما ده بياخد 5 كيلو كوسه ودي بتاخد 5 كيلو ورق عنب ودي 10 كيلو ورق. واحنا عايزينهم وعايزينهم في الميعاد الفلاني مستوي وطازه وجاهز. دي مهمه صعبه جدا. ما هنعمل ايه؟ ما هو دوت اللي موجود. بس صدقيني هم والله بيبقوا فرحانين جدا. متأكدة. لما الحاجه تطلع طعمها حلو واحنا بندوقها في ناس بتطلب زياده. بتطلع في ناس بتطلب ان هي تعمل ازيد من كده. بس طبعا لازم كله ياخد بالتساوي علشان يعني الموضوع فيه حسبه كده. طبعا ماشي عشان برضو الموضوع يظبط معانا لازم. وعشان انتوا دايما بتبقى الحسبه مش بس انا عامل حسابي. يعني انا لو عازم ناس انا عارف العدد. هقول مثلا هدير هتجيب مثلا ابنها معاها. انا ما كنتش واخد بالي ان مثلا ابنها او باباها او بتاع. لكن دي احنا عندنا هنا ده ممكن يجي من احياء تانية. ما هو ده اللي بيحصل. فبتبقوش عاملين بقى حساب ده. فعشان كده احمد فعلا لازم يبقى الحاجه بالخطه تانية يعني. احنا سعادتك محافظات دول. احنا بقينا دوليين وسياحه. هتنتعلمي على 15 رمضان. يعني حضرتك لو شفت طبيعه الفيديوهات هتلاقي من دول عربيه. صحيح. طب محافظات. انا قابلت محافظات جايه بس عشان خاطر العزومه. عرفت على ناس وخدت اساميهم وهم عشان من كسوفهم وحيائهم اضطريت ان اقول له واقف لي كده.
فبلاقي ان انا ايوه انا جاي من الشرقيه وانا جاي من ادخل معانا ما تتكسفش اه خش هو جاي يفرح هو جاي برضو يوتيوبر على قده مثلا هو شاب وجامعته صحابه عايز يوريهم في حاجات كده بتضطرك ان انت تيجي طب احنا عازمين نفسنا انا وهدير عندكم السنه الجايه شرفنا طبعا شرف لينا طبعا احنا فينا ان انتوا هيبقى عندكم لسته كده السنه الجايه تجمعوا بقى كده من على مواقع التواصل الاجتماعي كل الناس أيوة. اللي كانت كاتبه انها عايزه تحضر انا قلت يعني لازم تدعوا ان شاء الله احنا لا احنا بطلنا احنا بطلنا ندعو خلاص بقى الباب احنا مفتوح احنا نيجي من غير دعوه احنا ال 150 الباب مفتوح بالظبط يوم 15 رمضان انا قدمت دعوه لسعادتك خلاص والاستاذ سامح استاذ سامح احنا بنقدم لكم دعوه بالنيابه عن انا واحمد بس هي الفكره ان انا انتوا قلتوا لنا دعونا عشان حياء الموضوع لكن احنا بطلنا ندعي ليه احنا لقينا ان معلش الدول العربيه والدول الاجنبيه ومطريتنا كله بيجي ما شاء الله فهدعي مين صح. مين تاني هدعيه انا من 5 سنين ولا 7 سنين ما كانش عددنا كده كنا عارفين ان ده بيتطور لان كنا 20% في 1000 في 2000 في 4 فوصلنا ل5 فالحمد لله على كل شيء اللي بيحصل لنا ده كتير علينا ونعمه من عند ربنا فرحه الناس اللي انا شفتها والفرحه دي الحقيقه والبيوت المصريه زي ما بيقولوا كده دايما عليها ماشيه مستوره خلتنا الحقيقه نبقى عارفين ان احنا اي حاجه بنعدي بيها هتعدي باذن الله وهتعدي على خير والحقيقه انه اللي بيحصل ده بيدي للناس اللي شغاله كل واحد في مجاله طاقه ايجابيه جدا 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 ان احنا نقدر نكمل ونقدر نبقى كويسين ونبقى مبسوطين ونسعد اللي حوالينا واحنا النهارده الحقيقه يعني انتوا اسعدتونا جدا جدا, جداً, جداً. ويعني رجعتونا للصور والفيديوهات المبهجه دي تشرفنا بوجودكم معانا استاذ احمد حسن استاذ علي ابو الذهب شكرا جزيلا ويعني شكرا لكل اهل المطريه على العزومه الجميله اللي فرحتنا الله يخليك نورتونا وشرفتونا كل سنه وانتم طيبين وعقبال كل سنه يا رب ان شاء الله ربنا ما يقطع لكم عاده ان شاء الله احنا مبسوطين والله معاكم والله شكرا لك تكريم منكم انا بحسبه لنفسي انا علي لو والمطريه يعني ان تكريم ان احنا نيجي هنا نتكلم عن فكره ان احنا نبقى كويسين مع بعض شكرا جزيلا على وجودكم معانا كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهارده دايما نشوفكم على الف خير